الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الكلمة قربوا شوي، قربوا يا الربع، كل يتقدم استووا اعتدلوا لينوا بأيدي إخوانكم، لا تجعلوا فرجات للشيطان. بداية أزعجوني في مقالة أو تغريدة غردتها وازعجوني العلمانية فيها شوي. يوم أيام معرض الكتاب قلت أيها المحتسبون استووا واعتدلوا لينوا بأيدي إخوانكم، لا تجعلوا فرجات للشيطان، معرض الكتاب قادم. عموما هذا يعني كان بيوم كان بداية معرض الكتاب. أولا أحمد الله جل وعلا أن كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم بالإيمان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات خارجة من قلبي إلى قلوبكم. قولوا آمين. كما قرأتم عن الموضوع حاولت بقدر المستطاع أن يكون فيها الملل، فسميت درب الخطأ. ويمكن يعرف أي شاب وش كلمة درب الخطأ، وربما ما يحتاج أني أوصف وش درب الخطأ. درب الخطأ اليوم رايح ننطلق، ولكن بإذن الله شايلين كاميرات ساعة، ولكن انطلاقا لله رب العالمين رايح ننطلق ورايح نقود المسيرة ونقود الكلمة. فالطريق محاط، انتبهوا يا أخوان، ترى الطريق محاط بالمخاطر، فأنا أقول تجودوا واربطوا حزام الأمان فجد واجتهد وركز معي، ربما الله يستر لا تكون في حوادث في نصف الطريق، فعسانا ما نقلب. قولوا آمين. لأنني بنغامر اليوم، فيه مغامرة شوي يمكن ما تعودتم عليها أنا قصيم شوي، ولكن لا بد أن نعودكم. يقولوا لي الشباب أبو عبد العزيز، ترى شبابنا يمكن أهل القصيم يعني طيبين شوي. قلت لا لا بد أن ندخلهم نفس الشرقية وبدنا يدخلون شوي شوي دار زنقة زنقة، وبالنهاية لا إن شاء الله أنكم ما تطرحوا مثل دار زنقة زنقة. اليوم يا أخوان يمكن ما بعضكم يشوف، والله حاولت بقدر المستطاع اني اجمع الشيء الجديد، واحاول بقدر المستطاع في ثلاث رسائل اليوم. في رساله للي يفكر عن التوبه، هذا تمام. في رساله للي بين ها وها وحياته كلها راحت ها وها، ومتى يا اخوانا في الله التوب، والله توب بعد ها وها. أخونا في الله ترى عمرك روح، والله إن شاء الله بعدين بعد ها وها. فعندنا إن شاء الله كلام يكون بإذن الله يصل إلى عقله ويدخل بين عقله ويكون ها وها، هذا بين قوسين. وفي رسالة كذلك للي فعلا ما حط في رأسه التوب، ولا فكر يوم من الأيام إنه يتوب، ولا فكر يوم من الأيام إنه يلتزم، ولا فكر يوم من الأيام إنه يصلح حاله، ولا فكر يوم من الأيام إنه يصلي، ولا فكر يوم من الأيام إنه يمشي مع الصالحين، ولا فكر يوما من الأيام إنه يجلس جلسة ذكر وخير. فهذا نقول خلك معنا في القافلة واربط حزام الأمان لعل الله أن يفتح على قلبك. الرسالة الختامية لطالب الحلقة، ولا بد حق علي أن يتكلم لكل طالب حلقة، وهذه آخر الكلمة. عموما يا شباب، هذا أخوكم يمكن راح يوزع الأوراق للموجودين. أوراق لا تسألني في فتوى أو تطلب دين، ترى ما في فلوس، زين ترى ما في فلوس ولا في سلف، ولا تسأل في مسألة طلاق. والعجيب إن في مرة سألني واحد مسألة طلاق وفعلا صادق، يقول طلقت امرتي وأنا سكران، وش حكمها يا شيخ؟ قلت ليش تسكر من أول؟ قلت عادة، قلت اللي سأل السؤال هذا كلمني بعد الجلسة. قال خلاص سألته الأخوان أول ما شفته، أول ما شفته قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والله يا أخوان ما رأت عيني مثل. قال يا شيخ أنا طلقتها، تعرف وش قلت لها؟ قلت وش قلت؟ قال طارق بالمليون. قلت أشوى سألها بالمليون أمور طيبة، ما وصلت ثلاث؟ قلت لا إن شاء الله، ترى في مسألة بقية تو ما وصلنا لمسألة. قال يا شيخ بالمليون. قلت طارق ثلاث؟ قال لا هذه ما كفاها الثلاث، حط محطها بالمليون.
فهذا خله بعدين. عموما يا شباب، اليوم يكون في تجديد شوي، راح بنجدد، ما ودنا نضغط شوي. فانا اطلب من الاداره، اذا دخلت في جانب هذا القصص انكم تطفون بعض الاضاءه شوي، اذا ما هو الان، لان في واحدة اثنتين ثلاث، في ثلاث قصص على الجن، ولا انا مبالغ، في ثلاث قصص على الجن. فباذن الله، ما في لوم الليل. تروح للبيت ان شاء الله تقلب ذات اليمين وذات الشمال، خاصة في مرة القيت لي في كلمة وجبت طاري جن حقيقة، وانا رايح اتكلم يا اخوان مع جن خاطبته انا شخصيا، هذه يمكن جديدة شوي، خاطبته انا وياه خطاب شخصي، ولكن عاد لا تخافون وتمسكوا، ولا جت عاد لا جينا عند مسألة الجن كلنا يجود خويا، بس تجويد شرعي، زين؟ تجويد شرعي. فحنا ان شاء الله انكم ما تخافون، ان شاء الله هنا نقول لأ. طيب بسم الله، بداية يا اخوان، وخير ما نبدا به، ترى مي اذاعه ما عليكم متعودين، وخير ما نبدا به عادة الطلاب البداية في الصبح، وخير ما نبدا به قران ومع الحديث ومن ما واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست تدريب، شفته كذا واحد اثنين ثلاث، هذا ترى تدريب، ما اغطني يديه، بيض الله وجهه وجزاه الله خير. فاول ما نبدا به، بالله خليك معي شوي ترى 50، اقول يا اخوان اول ما نبدا به وقول الله جل وعلا، وخير ما نبدا به، فلا بارك الله في الكلام الا بنبدا في كلام الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ما أتينا بذلك إلا اطمئنانا للقلب وحبا إليكم. والله ما كذب الشاعر، يوم قال تاج القصيم بريده. طيب اعطونا تحيه، لا قلنا لكم السوالف هذه. ما هو يا اخوان، ترى انا جيت لي بلد ما ودي اني اذكره لان في تصوير، والله حدف عليهم واعطيهم هذا كذا. والله يا اخوان انا عندي بلد سدي شوي، واقول لهم كذا، وفي واحد اخوان اعطاني اياه واحد قدامه، وبديت اختصر الكلمه، قال واحد كذا يا اسفين، ان شاء الله اسفين يا رب، والله شكلهم الله اعلم انهم صبكم، الله اعلم. اخوان نكت على مستوى عالي. المشكله جبت نكته بعد تسمع ما ضحي، وهذه 100 واد، هذا يمكن مقلوبه معهم النبله، ولكن عاد ما يمنع ذلك. اقول يا اخوان، فيه واحد فقير، هذا يا اخوان الفقير، وانتم تعرفون كلمه فقير معدوم، واحد الدنيا لا لقى وظيفة، والجوال بدأ يعطيه عزيزي العميل، عزيزي العميل معاهدينك بالله عهد إذا ما سددت أنا رايح نقطع جوالك، ومسيكين نجدها الرسالة يبت ويصيح. وبعض الناس سبحان الله يا أخوان حياته على فضل أن اتصل بي، ها؟ ما بدا معروف سبحان الله، ما عمره دق عليك في حياتك مرة، فضل أن اتصل بي مرة معروف. وبعضهم سبحان الله مخزن فلان ما يحتاج نجمة ثمانية، نجمة واحد، ومعظم ما عمره يوم من الأيام اتصل. فهذا يا إخوان الفقير، إذا واحد ضاقت فيها الدنيا، وش يسوي الفقير يا إخوان؟ ترى عادة يتمشى، وعادة رجلي تمشى، ليش؟ ما عنده سيارة، ربما لا تمشى بسيارة بنزين. هذا الفقير يمشي في إحدى القرى، فجأة يا إخوان هو يمشي إلا لقى دريشة فاتحة ويناظر، الا مره يا اخوان جالسه وتناظر وطالعه على الشباك. الفقير هذا ما دامها طالعت بوجهها فايتها العينين لا يرد في شيء، ويعطيها طعم يا اخوان ليزر تشييك على الوجهيه والرفارف، تشييك على اللذان والعيون. يوم ناظر الا والله ذاك الشعر وذيك العيون وذاك الشكل، ما ودنا نوصف لين بعضكم، والله لا يبلانا جاهز التوصيل. فبدا يناظر، بدا يقترب الفقير، بدا يقترب. انا اشوف لي واحد وانا اقول يقترب يقترب، اخونا في الله ترى قصه. بدا يقترب الى ان اقترب من المراه، ويناظر الا المراه الى الان على جمالها فنا، واذا بجمال لم ترى عين هذا الفقير،
وصل إليك في الزواج؟ قالت والله إذا أنت قدمت إلي أنا لم يتقدم لي أحد، ما أحد تقدم لي، والله إذا تقدمت لي ترى يوم ما أفقه. سوى الفقير؟ قال ها؟ الفقير مسكين يناظر، ما في فلوس، يناظر الملابة، الثوب مشكك وحتى حالة ورايحين فيها، ورجلي ولا فيها نعل منقطع، وصبع تعرفون الاصبع هذا بعض النبات لا ينقطع الاصبع هذا يشر الاصبع يدل على ان هذا الرجل يعيش هنا في فقر عظيم. فسبحان الله يا اخوان، اول ما جاء قالت ابدا ما عندي مانع، تقدم لابوي. اتقدم؟ ما في مانع. قالت ابدا تقدم يا اخوان. شويه الله سأل، هذه اخر شيء اللي هي شويه يجمعون الاخوان، يجمعون عند الاخ ابو خالد. فالعجيب يا اخوان، اول ما قال تقدم لي اول فتاه، قال والله انا ودي صراحه ما ادري شلون، بعضهم مسكين ما يعرف الخطبه ولا ودي يعلم ابوه ولا يعلم احد. قال انا ودي يعني هو بيوضح لك، قال ايش تبي؟ هل ناقصك فلوس؟ ناقصك شيء؟ هو يقصد المال. لا ما قال، انا بس يعني ما ادري ودك وشو؟ ابي اتزوج. قال انت؟ قال ايه. قال اها، من انت بتتزوج؟ قال بنت شكلها كذا. قال انت شايفها؟ قال لا يعني على الطاير. قال ما يمديك على الطاير كل هالشكل والتوصيف هذا. قال خلاص ما عندي مانع، انا شخصيا اول بنت موافق. الفقير ايش سوى؟ ها؟ وشو؟ قال موافق. لا طفي، ترى هذا مساله زواج يا شيخ. يا ابو اي لا تطفي، ترى الحين احنا نسولف زواج والوضع ما يصلح. فالعجيب اول ما سبحان الله هذا قال خلاص، قال ما في مشكله، المهر كذا وكذا، يعني عطى يمكن نقول فرض 60,000. قال الفقير وشو؟ قال 60,000. قال يا ولد وزين القريلين نلقى 3 ريال، 60,000. قال خلاص، قال تسمح لي اسبوعين. قال شوف اسبوعين اذا ما جبت 60,000 ترى بزوج البنت. الفقير المسكين الان من اللي بيكبر؟ راح يلقى له واحد الغني. قال تكفى انا طالبك طلب. قال وش؟ قال بتوظف عندك 24 ساعة. قال ما في نوم. قال ما في نوم. قال طيب حيا وش التوظف؟ قال اعطيك راتب كذا كذا. قال لا ابي اشتغل عندك اسبوعين بس تعطيني 60,000. انا اعطيك 60,000 اسبوعين. قال اللي تبي اسوي كذا كذا. ويبدا الفقير يشتغل امسكين يشتغل، كل ما جاء النوم ايش تذكر؟ تذكر الدريشه. ركزوا معي ها، كل ما تذكر الدريشه ثم اشتغل، ربما ان حالته حال ثم هذا كل ما يتذكر لا تعب ثم قال بسم الله. وش قالوا عدم متزوجين؟ كانوا متزوجين او ادرى بذلك. فالعجيب حاول من استغرب الغني، استغرب قال تعال تعال انا اشوفك 24 ساعه شغال، والله المكان انطفت عندي وانت ما طفيت، ولا احفظك حتى وانت تشتغل وانت نايم كذا. قال بعض الناس يا اخوان يخوي له واحد، وهذه بعدين باذن الله راح اتكلم عنها، يخوي له واحد هو مفحي. تعرفون كلمه مفحي وشو؟ هذه وصلتكم بالقصيب زين. المفحي تعريفه لغه فاتح فمه، واصطلاحا وهو من فتح فمه ومفحي ما يدري وش الطبخه، العيون قدام والوجه قدام والفم فاتح وهو عن جنبها ما يدري وش الطبخه، هذا تعريف مفحي. ومفحي قسمان نوعان، نوع يغريك بشكله ونوع ودك تصوعه كف، فهذا نوعان. هذا عموما يا اخوان مسكين بعضهم اذا ركب مع واحد قام يسرد اللي ببطنه، وانا سويت وامي سوت واختي سوت، يسرد البيت كله. اخوي هذاك بالله ابوك الله سوت، وابنها مسلم هذا وش قال؟ قال انا رحت، انا كنت امشي وشفت لي مره، ويوم شفت مره الغني قال ايوه، وشفت مره شكلها كذا وعيونها كذا راسها كذا شعرها كذا. قال الغني ايوه كمل. قال بابا هذا بالبقالي. قال بابا قال ها. قال اشتغل خذ راحتك بيتها كذا. قال والله انا بروح لك. حرام عليك، انا ما قال اقول انت ما انت، انا تاجر فلوسي معي. راح لا ابو البنت قال اسمع. قال نعم، افضل سياره افضل بيت
المهر جايب، اعطيك سيارة، انزل عليكم الفلوس تنزيل. ويلتفت ابوها البنت المنو الفقير، وانت؟ قال 60,000 بس. قال بس؟ قال هذا ترى سيارة وبيت، البيت وسيارة غير. قال انا بس 60,000. قال طيب وين تسكنها؟ قال ما ادري، سيارة محطة شيء نجدد لها، يسوي لها تجديد، ما يمنع التجديد في الزواج. قال طيب عزم الاخوان. قال والله شوف انا ما اظلمكم، اللي يقوله من هو؟ الغني ابو البنت. قال انا ما اظلمكم، انت غني ومعك فلوس وانا طامع فيك، وانت فقير اول ما جيتني ولا رايح اظلمك، ولكن ما فيه الا انكم تروحون الى امير وشو امير القريه، امير القريه يحكم بينكم، رضينا قال رضينا. راحوا الى امير القريه، قال السالفه، والله السالفه كذا وكذا، والفقير وانا شفته وانا وزي كذا ما جاب لك بطل. قال والله غني. قال انا ولكن يا اخي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، عندي مال، عندي فلوس، عندي سياره، عندي بيت، عندي مخططات، عندي كذا، عندي كذا. سوى امير القريه، قال والله اشكاليه، والدنيا كل الفقير، والفقير اول واحد، ودي اكون لا الغني والغني اولى بعد فلوس، ولكن تجي البنت، نجيب البنت وتشوف تختار ايكما راضي. قال الغني موافق، لان الغني ليش؟ يروح اقرب حلاق، وش يسوي؟ بعض الناس يا اخوان ولو تعدي على خلق الله، بعض الناس يا اخوان وجهه سبحان الله يجيب ما شاء الله العافيه، فتلقى عند الحلاق تشوفهم للاسف الشديد الحجم على الوجه وكذا، وبليفه حديد تكفى بصير ابيض ومن لو على كيف الهندي، لو على كيف يا اخوان الهندي، تعرفون ايش يسوي؟ يابا على الضبه كذا بصير ابيض يا اخوان، حرام عليكم يا اخوان. اتقوا الله رب العالمين، ان الله جميل حب الجمال، لا اله الا الله ما عرف الا الحديد. فتلقاه يفرق، وتلقى مسكين حاطين له وشو؟ بخار الوجه كل عشان يصير ابيض، ومسكين لا خلاص وجهه يصير تقول فطيره، وعيونه داخل منتفخ الوجه. الان بيحاولون طيب والله ابى احاول، تعرف الحين جانا ما شاء الله يا اخوان جتنا نعومه، يا لو يطلع عمر بن الخطاب ويشوف الوضع. ايوه انا والله يا اخوان كنت اناظر عند حلاق تركي، وعندنا بالشرقيه يمكن انتم بالقصيم حليلين شوي يعني، ها عندنا بالشرقيه شغل عدل شوي، ويسوي لك ايوه عيب. والله يا اخوان البطن شو كذا، والله تقول بطن بعيد، تعرفون بعيد شوي، ويسوي كذا ايوه، ويشدهم انه يستانس يوم طلع، لا اله الا الله، كأنك ماسك لك واحد وخابزه بخيش الطحين وطلع، وشلون يطلع؟ يلا لا يبلان عيون. قلت ما شاء الله، وحاط لك تعرف بعض القصات يا اخوان، بعض الاخوان الله يرزقهم شعر وشو ياي، تعرفون الياي؟ ويحاول انواع التلييس وانواع التلميع وانواع وشد، ما بقى لي كل شعره يجيب خشبه عشان تثبت، وامسكين يحطه ثم يا الله جاب لي قصاش وجره. ايوه ثم سوت كذا مستانس، وحتى لو يجي هواء اكبر دليل ان شعره ناعم، لو يجي هواء قالها الشعر جامد دليل والله على الجبس. الزبده يا اخوان هذا قال موافق، الغني قال انا موافق ما عندي اي مانع ابد، قدام الفقير وش عنده مسكين اقرب مغسله تايد بيصير ابيض، ومسكين مشط ابو ريال عفش عفش عفش، وحالته حاله طيب يرضى. الحين قالوا موعد البنت بتجي، جت البنت لبستن الشيله لبستن الخمار، قال امير القريه يا بنت هذا الغني وهذا الفقير وكلهم تهاوشوا عشان تختاري واحد منهم. سوت كذا البنت، ايش قال الامير؟ قال ها هذا من هو؟ الامير قال برا 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 برا، لا الغني ولا الفقير. قال ما ادري شو، لا والله انا اللي باخذها، من اللي صار الحين؟ الامير والفقير بنت جمال يا اخوان، بعض الجمال تشوفون يمكن لو ندخلكم شوي، الله الليله هن خربناها الليله، الليله كلها عن الزواج.
الشباب شكله كان عندي شغل مريك فيه مخرج هسه ما اذكر. العجيب صار يا اخوان يمكن تشوفون بالرؤيه الشرعيه، الرؤيه الشرعيه بالرمات يقولون لك وش هو؟ البنت بتطلع الحين. مسكين البنت ترى على ودها. الرؤية الشرعية بعض الناس ما شاء الله لا شوف الرؤية الشرعية مستحي هو المرة هي اللي تخلص خذ العين انشر مو المرة واحد يقول والله المرة هي اللي نظرت مو انا اللي نظرت فيوم راح قال ابو البنت والله شوف انا صراحة ما اقدر اظلم بينكم قالت البنت يوبا قالت نعم اتركهم لي قالت يوبا انا عندي سيارة والسيارة من نوع وشو؟ فيراري تعرفون فيراري الفيراري اللي منبطحه بالارض هذه يمكن شعره بس على الارض ممنوع دخول الضب تحتها هذا فيراري يمكن تعرفون الفيراري شغل عادي الفيراري مكتوب عليها تويوتا قالت خلاص انا بطلع على الطريق السريع واللي يلحقن ويطرد كبوت السياره قدام يتزوج من اللي اكلها؟ فقير قالوا له ملك اسبوعين ما عندك مال ويروح يجمع فلوس ويشتري سياره وبعد الفلوس اي ترى جاب جيكس انت منه يا الغني الامير وش جاب؟ جاب لكسس الفقير ينتظر الفقير يلا تاخر قال يلا جاي وبعد التعب وبعد الجهد وبعد هذا ويجيب هيلوكس 82 الباب اللي ورا يسوي جاب مسيكين ما له الا كذا قالوا من يبدا ركبت الفيراري البنت ركبت تعال تسوق قال الفقير انا مسكين قالوا طيب تبدا ننطلق ولا يلا كلنا نشغل وتبدا هي تشغل تعرف تشغيلة الفيراري شلون ملعقه وسكين اول ما شغلت وش سوت قالت هذا يقول وين في سيارتك موجوده يقول له دفوا وانتعبوا ومسكين يا اخي شوي دفوا وراها تدخل يدور مسكين يشوف في نور قدام قال هذي كبر عاد حنته يا عزيز ذي كان حنته زينه لكن سارقها الساعتين الظهر ما عندك صبر تنفجر وشو المكان وتشتم نار وقفرت عنده قفر عنده التوماتيك لانه ما في توماتيك لزبك لا داخل يحاول يفتح صفط على جنب اشتمت نار وما تطلب كمال الحل الفقير مات انكم حزنتم مات الفقير وهو اول من بحث عن تلك المراه وترجع الفيراري تمسطها بجرب وتاخذ فوق تحت وتجي الفيراري تسقط قال الغني تكس اخر موديل ها نبدا ابدا واحد نزلت شوف وراها والله اكنس اكره ما مخاط مخاط لا والله شغل اطلع يمين اطلع يسار اطلع يمين اطلع يسار الا مكان سدي واو ذاك قال فلشر وراها ومنه يمين يسار هذاك جيب وهذاك وش معاه ذي؟ مع فيراري قالت تكون المخرج شو تاخذ المخرج اجيب وش ومن فوق الكوبري طق طق ويموت الغني مات الغني يترجع قال الامير خلاص ما بقي لنا قالت لا انا على العهد قال طيب وجيب لكسس تعرفون عاد لكسس وفيراري الان شغل عدل واللكسس ما يحتاج كبر برجستون اول ما بدت تكرس وراه ويمين يسار وراه يمين يسار لف يمين لف يسار لف يمين لف يسار تاخذ وشو؟ المخرج تاخذ المخرج تاخذ معها المخرج وتنزل ينزل معها قالت المخرج الثاني تاخذ المخرج الثاني ويطلع معها بالمخرج الثاني وتنزل يوم بدا العرق يتصبب من المراه هذا وصلها يوم هذا يجي جنبها كذا ويمد يده يمد يده حاولت يمين يسار الا هذا مره تاخذ شوي تحاول طلعت لقيت مخرج ثالث طلع معها بسرعه تبقى سواك وترجع للمرة الثالثة يوم ناظرت إلا البنزين بدأ وشو بدأ وهو يسوي لها كذا أصبت خلاص أنت يوم حاول وصل فجأة وسوى
السوق حركة سريعة سويت كذا كذا حاول تهوسه بس هو لف يوم حاضر دب العقود ومات. تعرفون وش المرة هذه يا الربع؟ هذه الدنيا ما أحد يمسك الدنيا. أتحداك لا ملك ولا أمير ولا غني ولا فقير ولا شيخ ولا مطوع ولا غير حتى الأنبياء. ما هو الآن يا شباب الآن تشوفون جنوسة أمير والملك والعالم والموكب والنهاية في قبر. يا الله يكون في قبر. طيب وينك يا فلان وينك يا فلان وينك يا فلان وين المناصب والضباط؟ والله أمس يا أخوان جتني رسالة انتقل إلى رحمة الله المقدم فلان ابن فلان. أنت المقدم فلان فلان هذه متى؟ هذه في الدنيا. هذا مثال بسيط يا أخوان فيها الموقف يا أخوان. أكثر الشباب يسأل أسئلة شوي يقول يا أبو عبد العزيز في مسألة حنا نقول فرضا الدنيا 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 يا أخوان فعلا والله مستحيل. بعض الناس يقول والله ما ألقى السعادة لين أتوظف ما ألقى السعادة. واحد يقول والله ما ألقى السعادة لين أتزوج ما ألقى السعادة. بعض الناس يقول والله ألقى السعادة لين وشو لين والله خلاص أبني بيت وعيش ما ألقى السعادة. أضرب لك مثال بسيط جدا يا أخوان. افرضوا طف اللمبة بالله طف اللمبة بسرعة وسكروا الأبواب وجودوا الربع إنها عالم الجن. لا تخافون الله طفي علي رب تبغي يجون أي يا سلام سلم. عموما يا أخوان ركزوا معي أبيك تركز وحط عينك بعين الملقي معي يا شباب. لا تلفتون ورا ما في شيء الله يجزاك يا الربع. توقعوا الصوت تكفونها. توقع اي واحد الان منكم احتمال يمكن جني جنبه جالس. لا اي اشوى زين كل اللي توقع انت بعده. يمكن بعض الناس يقول الجن وجد احنا نخاف من الجن صح؟ واكثر العالم يقول يبغى عديس انا والله شفت جني اوهام اللي بالبيوت عندنا اوهام. حتى يمكن بعض الناس يشوف له فيلم وللاسف الشديد وتلقاه يتابع كذا مخبل طف التلفزيون انتهى الموضوع صح؟ من هذا؟ طف التلفزيون وانت تعود من الشيطان. اذكر يوم من الايام يا شباب دخلت او هذا واحد من الشباب يروي لي القصه يقول رحت الى بيت من البيوت يقول الا عندهم واحد مصروع. لا خلاص شغل اللبان. يقول الا عندهم واحد مصروع هذا يا اخوان متلبس عليه الجن والجن خذا قاعده الجن اذا بغى يدخل ما يدخل انسان الا مجرد من الاذكار او مجرد من الصلاه او مجرد من الدين. حتى اكثر الجن انا سمعتهم بذلك يقول والله انا دخلته كان يسمع اغاني انا دخلته كان يشيش انا دخلته كان يسوي العاده السريه انا دخلته كذا انا دخلته كذا. مستحيل الجن يدخل الا في معصيه وقداره يعني يقولها بين قوسين اما قداره يعني جسديه او قداره للاسف الشديد يعني معنويه وهي مساله الدين للاسف. هذا يا اخوان اول ما دخل الا واحد اخوان مصروع الجن اذا صرع الواحد يلوي يديه ويحاول ويبدون يقرون عليه ويحاولون ويشبون عليه في القراءه ويبدا الجن لا 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 يبدا يصيح الجن هذا يقول وعشت عليه بالقراءه. يقول الجن سكت سكر يسمى الفم وكذا وبدا يسوي كذا يعني ما اقرا يعني ما اتكلم. فشد عليه بالقراءه نطق الجن قال يا اخي وش تبي؟ ماني طالع والله لو تموتون ما اطلع. قال طيب ويبدون عليه في القراءه ويشدون عليه في القراءه ساعه ونص يا اخوان في القراءه ساعه ونص بدا الجن يهدد. الجن اذا يا اخوان الجن استفز واحد وش يسوي؟ يحاول يهدد والله لا اقتلك والله لا اجيب. كان في جني يوم من الايام تعرف ايش قال يا اخوان؟ والله لا اجيك بالليل. قلت الله يقطع ابليسك تكفى غير هالسالفه. بالله يجيني يقول والله اجيك بالليل وش تسوي؟ لو تنام بقوطي جاك. فالعجيب يا اخوان قال يقول تقرا قال الجن والله لا اجيب والله ويبدا يهدد قال اتحداك قال اسكت يبدا النقاش. اثناء النقاش دخل واحد زميل لا طالب هذا زميل قال له هذا اثناء القراءة
وخريشة ما يداني السوالف هذه بس ما درى. جا قال امسك امسك يد هذا. يمسك يد المصروع. أثناء القراءة الجن وش سوى؟ ترك الآن اللي يقرأ. وين راح؟ راح للي مسك. قال أنت والله ما أترك. تكفى والله مالي شغل. قال تكفى والله مالي شغل. قال الجن والله لو أجي كمل. قال ويقرأ ويكتب الخوية. صادق والله. قال إي والله يمكن يجيك. قال الله يلا. يا ولد تكفى مالي شغل. أثناء القراءة مسك هذا القارئ ولف رأس الجن. هو عموما متلبس الجن على نفس اليسار هذا. لف اليسار. قال له ما أدري شو هذا وش يسوي يا إخوان يسوي كذا. صبر صبر بتفاهم مع حدا بيجي يقول له إيه والله الله يرحم والدك لا تجي تكفى. كلن على هم السارة هذا يوم القراءة وشلون يطلع هذا يقول لا تجي. أثناء القراءة عموما مع القراءة بعد ساعة ونص بالنهاية طلع الجن. ما بمشي. يوم راح يا اخوان الا هذاك يمسك كان وين رايح؟ كان روح البيت كان وانا وش دخلني فيك؟ قال وين السفيه هذا يقول ابجي. قال السفيه منو؟ قال اجل. قال انا بروح. قال عمي. قال هلا. قال معك معك وين رايح؟ الليله النوم عندك ان شاء الله بالمجلس. هذاك مسكين يقول حتى لو وجد يقول يا يوم يا الاسود يا يوم يا الاسود يا اخي انا خايف ادم يهددك جن يهددك وانا وين اروح؟ يقول وين اروح؟ على المسجد. انا امتك وين؟ العجيب العجيب يا اخوان هذاك وش سوى؟ قال بسوي به مقلب. يبي يسوي بعض ضعيف امسيكي. قال بسوي به مقلب. يا زين المقلب واحد من خرج. نام بالمجلس. قال يا فلان. قال قال الله يستر الله يستر ترى يمكن يجي. قال وانت تقول صادق؟ قال والله ترى يمكن يجي. قال الله يكب عدوك. قال وش جابك ذلك اليوم؟ والله العظيم اني يا بطل ما ادري ما يدري يومي الاسود اللي جاء يا ولدي. قال المهم نب نب الله يستر لا جاك. قال الاذكار. قال يا ولد دايت الكرسي وش ضيع وهو مستقيم هذا. يا ولد دايت الكرسي وش ولد حتى دايت الكرسي ضيعت. قال انا فقلت. قال عموما احنا بنا اذا جاك شيء قال بس كل الاذكار. قال خلاص الله يقول هذاك. يقول طفيت اللمه وسحبت المفتاح وحطيته بالمخباه. يا اخو والله ان ذاك نذر الله يهديه الله يدخلها الجنه. قال العجيب سبحان الله يا اخوان. قال اول ما اثناء القراءه قال يوم هدات الاصوات وصار ربع ساعه وظلام دامس. يقول اسمع هذاك ايش يقول؟ استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله. قال هذاك انت ايش تحس وكذا؟ قال ما ادري. قال اكثر من الذكر والله يستر لا جاء ولا شيء تجهز. قال لا لا اعطاه ربع ساعه يا اخوان ربع ساعه على الهدوء هذا. ايش قال؟ قال كذا. قال جاء 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 متمسك بالشبك والسوى هذاك مسكه بعضاله كذا امسكه. قال لا قال لك ما راح يحسب انه الجن مسك يوم خلص يقول هذا الله يرحمه. قال له قال الله يرحم والديك. قال والله مقلب. قال اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك يا اخي والله العظيم اني احسب ان الجن هجم علي. العجيب يا اخوان راح بعمره الا هذاك مسكين الولد فيه شيء شوي. قال له قال هذاك يساله ناسي السالفه. قال ليش انت مشيب؟ قال شيب ما يمدينا نسينا. فانا اقول يا اخوان ترى عادة الجن انا جتني رسائل قال ابو عبد العزيز هل الجن يدخل الانسان؟ نعم يدخل الانسان لكان عاصي. والله جن يا اخوان يقول دخلت انسان دخلت انسان للاسف الشديد يقول كان على العادة السرية. وفعلا اذا كان على العادة السرية متجرد من الايمان وهذا الانسان عاصي لله. والله واحد يا اخوان بسمع اذني جن قلت كيف دخلت؟ انا كلمته قلت كيف كان يدق العود. قريت لي على جن يوم من الايام ترى ما اقرا اعلمكم من الان على الوسائل والاعلام ما اقرا ولكن قربعها بعض النوبات وتجي والله يستر. لما جيناكم يوم من الايام ما نقرا علي. العجيب سبحان الله قريت على اخوان جن تعرف وش يسوي لي؟ اول مره في حياتي اسمع جن يخكري. اي والله قريت عليه يقول هلا. قلت ايش تبي؟ قلت وش تبي؟ سلامات اطلع. قال ابشر. قلت مين؟ قال
قال منين؟ قلت مع رجله اليسرى. قال ويروح حليلك، لكن ما هو ولا شيء، حتى شكله ما يتحمل النفخ، شكله على الخفيف كذا ويروح. مصيبه. واحد يا اخوان، واحد كنت قرينا عليه عفريت معسته، اقرا عليه اقرا يقول طوع. قلت هذا الله يعليك صوت. قلت ليش؟ قال تصلح حق عود. قلت تهبى بعض الجن مهوي. فانا اقول يا اخوان وابشركم، ترى بعض الجن والله العظيم انهم يسمعون. خفتم؟ والله الجن انهم يسمعون، والله يسمعون يا اخوان، وانهم يحضرون مجالس الذكر. واكبر دليل يوم الشيخ عبد العزيز بن باز، يوم الشيخ عبد العزيز بن باز كان حي ذاك الوقت، واحد انقرا على واحد فنطق جن، قال والله ان طلاب علم وان يحضر درس الشيخ عبد العزيز بن باز الاف معلم من الجن. واحد يا اخوان يخبرني شخصيا، يخبرني يقول واحد رجل ولا ازكي على الله، رجل صالح رحمه الله، يقول راح يا اخوان من حفر الباطن الى الدمام، يوم جلس بنص الطريق، يوم جاب نص الطريق ادركت صلاه المغرب. يقول هذا الانسان يا اخوان، وهذا الانسان اثق فيه، يقول صفط عن جنب، اذن، يوم اذن قال الله اكبر، يقول والله اسمع التكبير وراك، يقول واقرا ولا الضالين، يقول امين، صوت واحد. يقول يوم خلصت من الصلاه يقول والله ولا واحد وراك، يقول فعلمت انهم الجن. يقول والتفت لهم قلت الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ايها الجن، الله جل وعلا يقول واعطيهم جلسه ذكر. يقول والله يوم خلصت قلت وصلى الله وسلم على نبينا محمد، يقول يطلعون اسمعهم، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فترى بعضهم مؤمنين وبعضهم فساق وبعضهم كفار وبعضهم نصارى وبعضهم يهود وبعضهم خكاي وبعضهم جنس ثالث وبعضهم من صحيح والله بعضهم مو مضبوط. واكبر دليل ما شفتم في قناه المجد الساحر، كلكم شفتوا قناه الساحر، هذاك اللي يتكلم صح؟ وش قال؟ قال السحره ما يصير ساحر الا ان يفتح البه الجن. يهب وجهه يخس الله يخيب يدك، يقول يفتح البه الجن. كفو يا السحره كفو، ما شاء الله عليكم، ما شاء الله في سحركم، اخرتها جني مالت عليك انت وضعك جن بالله. والله نتوقع تبي تشوفوا لكم ساحر بعدين، تشوفونا بعد الدورات، الدورات جني فر بساحر يا الدوره حبيبي يا موت. جن فك مع الساحر، والله هذا اللي بقى فعلا. السحره هم يقولون كذا، يقولون الجن يتصور لنا. والمصيبه يا اخوان ان الجن ترى طيشه كثير، الجن مهوي ومهستر، الجن مهوي ومهستر. ما بعد قصة هذاك اللي يقولون مشيكين، وانتشرت، يمكن انتشرت، لكن ما ندري عن روايتها، ولكن نقولها كما وردت. علمونا لا بقى على الوقت شيء، ترى احنا اليوم سمالي. يقول طال عمرك واحد قبل لا ابدا هذا، يقول واحد من جده يقول وش عارنا الليله؟ يقول ما في مجال للنوم، فالليله ان شاء الله شعارنا ما في مجال للنوم، ودرب الخطر الليله، واحنا نبي نضرب ترى شوي في مطبات قويه جينا. العجيب يا اخوان يقول لك هذا واحد وصل له واحد يا اخوان، يوم وصل ويلتفت الى رجلين حمار عزكم الله، قال وين تبي؟ قال قدام، قال ابشر. رجلين حمار وادمي، يوم خشوه يحاول يطفي السياره ويسقط عن جنب، قال السياره طفت ايش رايك تنتع؟ قال ابشر. وينزل هذاك مسكين ينتع، اللي هو الشو جن، اكتب له 100 120 130 140 150 160 180، كارس هذاك عاجل عن وجهه، ويناظر بمرايه يا اخوان الا هذاك ماسك ورا يقول انت 160. عساه والله ما يمرك يوم من الايام يقول لك انت ثم تنتع، انت مخ. فانا اقول يا شباب يعني هذه بدايه، ننزل شوي يا اخوان، لا بد لنا ان نتكلم، يمكن اعطيناكم مجال شوي يعني عن مسائل. يا شباب خذوها نصيحة من القلب إلى القلب، خذها نصيحة من أخوك. أسألكم بالله يا إخوان وأطلب منكم طلب، كلكم الموجودين، لا مستقيم ولا واحد على الطريق، وكلكم إن شاء الله على الطريق، هل رحتم يوم من الأيام عشان تعرف نعمة الخير اللي أنت فيه؟ نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم،
الصحه والفراغ، هل رحتم يوم من الايام للمستشفى التخصصي عندكم ودخلتم في عياده اسمها الاورام السرطانيه؟ اتمنى يا اخوان يوم من الايام انكم تدخلون. شوف ناس يا اخوان اصيبوا بمرض السرطان ما بقى على حياته الا ايام. انا دخلت عليهم يا اخوان وشفتهم، يا الله تعجبت من واحد يا اخوان في مرض السرطان ومنتهي، مره تعبان جدا يقول الدكتور هذا انتشر السرطان في انتشار الى الان موجود بالمستشفى. قلت يا اخوي ها؟ قال الحمد لله على قضاء الله وقدره، ابشرك يا شيخ اني احببت لقاء الله. الله اكبر. اني احب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه. لو انك الان انت مصاب بمرض وتمشي بالعد التنازلي، وش يكون شعورك؟ لو اكتشفوا فيك مرض خطير من الامراض هذه، اسال الله جل وعلا ان يشفي مرضى المسلمين. وترى حتى اللي مصاب بمرض سرطان او مصاب بهذه الامراض، ترى ربما ان الله احب الله لقاءك فاحب لقاء الله، ربما ان الله بيكفر عنك السيئات. انت اللي ما تبت والتزمت الى الان، يلي ما فكرت الى الان انك تدخل حلقه، اترك عنك دروب، انا ليش سميته درب الخطر؟ درب الخطر يقودك الى النار. درب الخطر يقودك الى النار. لان دروب الخطر تقودك الى جهنم وبئس المصير. كم من انسان ركب هذا الدرب، بالنهايه يا اخوان هو الان يصطني في نار جهنم. كم من رسائل ورسائل وجود، واحد يا اخوان سبحان الله لا اله الا الله، لا اله الا الله يا اخوان. في يوم العيد، في يوم العيد توفي في حادث. في يوم العيد الناس يجون يا اخوان يبي يسلمون على ابوه ويسلمون على امه واخوانه والناس بعيدة. يوم جيت يا اخوان البيت اللي مسويين كذا بيت عزاء، سبحان الله عرفت ملك الموت ما يعرف لا يوم عيد ولا يوم زواج. بل الاعجب من ذلك يا اخوان، في حفر الباطن واحد من اللي نعرفهم، ادعوا له بالرحمة يا اخوان، ادعوا له بالرحمة. والله قبل اسبوعين كان زواجه وانتقل الى رحمة الله في حادث. والله يا اخوان انا دخلت عليه، دخلت وعزيت انا لان حق علي، واسال الله جل وعلا ان يغفر له ويرحمه. يا اخوان زوجته في عز الشباب وفي عز الزواج اسبوعين. واحد يا اخوان قبل شهر عندنا في حفر الباطن تزوج ثلاث اسابيع ويتوفى. امه يا اخوان تقول بالله عليكم شيلوا اغراض بيته، لاني والله عجزت اتحمل، لانه في عز الشباب وغرفه المجلس ومن واحد في عز شبابه. فانا اقول لا اله الا الله. والله يا اخوان هذه الدنيا ترى دروب الخطر ودرب الخطر يقودك الى النار وبئس المصير. نصيحه يا اخوان، انا رحت الى عندكم في القصيم وفي جميع المدارس، رحت الى الثانويات ورحت الى المتوسطات، تاتيني رساله يا اخوان. والله العظيم ان شيء يحزن يا امه الاسلام يا امه محمد. معقوله ينتشر اللواء بين امه محمد؟ ينتشر اللواء انتشار خيالي يا اخوان. اخبث واشنع والعن جريمه على مر التاريخ هي جريمه قوم لوط. رسائل بالجوال يقول واحد يقول لي انا على جنابه من 11 سنه من 11 سنه. قلت بالله اسالك بالله مر عليك رمضان وانت على جنابه؟ قال نعم. قلت مر عليك الحج وانت على جنابه؟ قال نعم. قلت مر عليك ليالي القدر وايام العبادات وانت على جنابه؟ قال نعم. قال ابو عبد العزيز 11 سنه وانا على جنابه. قلت احمد ربك ان الله ما قبض روحك. انت يا من ترتكب مثل هذه الجريمه الخبيثه تنتشر في المدارس رساله، مع ان التصوير هذا يا اخوان يصل الى اقطار الارض من فضل الله سبحانه وتعالى. انا اقولها في الاعلام وكل من يسمعني وكل من يشاهدني، اقول احذر 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 ان تكون وقد وقود لجهنم بسبب فعله قوم لوط. ترى اخبث فعله، لا تغرك شهوه خمس دقائق، لا تضيع التزامك ودينك عشان خمس دقائق، لا تضيع وتضيع، راح الى دار الاحداث وراح للسجون وغيرها. جرائم وسائل. والله يا اخوان ما اطلع من مدرسه الا يقول واحد انا افعل اللواء وشلون اتوب. انا اقول بيض الله وجهك المكتوب ولا كنت ماكل نفسك قبل لا يجيك الموت. بالله عليكم لو واحد يا اخوان، شوفوا جامع الخليج عندكم جنائز يوميا
50 جنائز. بالله عليكم هل عمركم يوم من الايام شفتم جنازه مكشوفه؟ ما في، ما يجي الا على شاش ابيض، شاش ابيض، شاش ابيض، فلان 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 فلان. سبحان الله، في الدنيا يستر، يستر بقماش، اما في القبر يفضح، فضاح في القبر. فيا ويل، يا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط، يا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط، يا ويل من ارتكب جريمه قوم لوط. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم لوط. يمكن يا اخوان ان شاء الله مو من بيننا هذا، في هذه الفعلة، أو ربما اللي يسمعني ويشاهدني وغيره، وأنا أقول برضه أنقلها إلى كل إنسان يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل قوم عمل قوم. يقول العلماء أنه ينسخ في قبر خنزير إلا يتوب. ما هو فعلة يا إخوان، أخبث فعلة في التاريخ. هذه رسالة، 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 رسالة لكل شاب: احذر من التعلق. ترى أكثر الناس يسأل عن التعلق. التعلق وسيلة وطريقة إلى عمل قوم لوط. هذه ترى على المكشوف، ما فيه تعلق، ما فيه إعجاب، هذه كلها طرق تؤديك، كل الطرق تؤدي إلى 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 درب الخطر، وهو درب النار، درب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. فلا بد لنا أن ننتبه. ركز، حرك عقلك، ما دامك حي إلى الساعة هذه. تماكن عمرك، نصيحة: تماكن عمرك ما دامك حي إلى الساعة. وانت والله يا اخوان، واحد يتصل علي يصيح يوم سويت اللقاء اللي كان عندكم بالخير ومتنقلة، يتصل علي يقول: يا ابو عبد العزيز، يا ابو عبد العزيز، لي ساعة توني قايم من عمل قوم لوط. قلت: يا اخي تب الى الله. قال: يا ابو عبد العزيز، ما توقع ان الله يقبل توبتي. تعرفون ليش يا اخوان؟ تعرفون ليش؟ قال: يا ابو عبد العزيز، ويسكت. الله يا اخوان يوم قال، والله وبالله وتالله، والله يا اخوان سكت من شدة ما اصابني من الذهول. قال ابو عبد العزيز: قلت نعم. قال: تدري وين عملت اللواط؟ قلت نعم. قال: والله يا ابو عبد العزيز، في المسجد، في المسجد، في بيت من بيوت الله، المسجد الذي يقرأ فيه القرآن، الذي تعبه الملائكة، في المسجد. يقول يا ابو عبد العزيز: والله يا الله، يا الله، يا الله. يقول: ما لقيت مكان استتر فيه الا المسجد. ترك الدنيا، ما لقى الا المكان، ما لقى الا بيت الله. فاقول: اسال الله ان يهدي شباب المسلمين. فالمساله عظيمه يا اخوان، يا اخوان المساله عظيمه. الان بما تشاهدون، وهذه والله دخيله، والله دخيله على الشباب. النصب الان الموجود في الشوارع، النصب الموجود في الشوارع، النصب الموجود في الشوارع، اتق الله واحذر. النصب الموجود انما هو مجرد لاصطياد الابناء، واصطياد الاطفال، واصطياد الشباب، واصطياد اهل الجمال. فاحذر يا من تنصب، يا من وضعت مكانك في سياره تجذب العالم من اجل ماذا؟ من اجل انه يركب، من اجل انك تشبكه، من اجل انه يضحك، من اجل كذا، من اجل كذا. اذا كنت تترصد لخلق الله، فاعلم ان الله يترصد لك. اذا كنت تترصد لخلق الله، فاعلم ان الله يترصد لك. وذلك قول الله جل وعلا: ان ربك لبالمرصاد. يا شباب، يا شباب، يا شباب، نصيحة من القلب إلى القلب. والله أني ما تكلمت في هذه الصراحة، وأنا أعلم أن هذه الكلمة سوف تخرج في الإعلام، وسوف تنزل في اليوتيوب، وسوف تذهب بين أيدي الشباب، فأقولها بكل صراحة ولا أجامل ولا تأخذني في الله لومة لائم. احذر يا من تنصب، واحذر يا من تشبك فلان وفلان، واحذر يا من تتصل وتسحبهم بالبلاك بيري. احذر، وحطيت صورة مرة، وحطيت صورة مرة عشان تسحبه وتواعده. واحد من الشباب يتصل علي يا اخوان، واحد من الشباب يقول انه هذه طريقته، يقول: احط صورة مرة بالبلاك بيري واحاول اوعد ولد، فاذا كلمته احاول اقلب بالجهاز المعروف اللي يقلب صوت مرة، فاحاول اوعده في مكان وانا معي ثلاث سيارات، فاذا تفرق
ورط في مكان خطفناه أهلنا عرضة. وهذه موجودة يا إخوان ما يبعد تراها قريب. يا إخوان ترى من أحد يقول يا أبو عبد العزيز أنا تبت وأعلن توبتي إلى الله. قال إذا خطفنا الواحد وحنا يقول أقوى شبكة لاختطاف وادعاك العرض يقول ناخذ ونحطه باستراحة ثم نصور ثم غيره. يا شباب يا شباب المسألة عظيمة. والله إذ نزل فينا عذاب الله وإن أتت الزلازل وإذا دخلنا في قبورنا وإن لم نتب فلا تلومن إلا نفسك العجيب من ذلك يا إخوان أن ربي الآن يسمع كلامي وينظر إلينا في هذا المكان. فنصيحة مسألة النصب أنت حتى أنت يا مستقيم لا تنجر في مسائل النصب لا تنجر في هذه المسائل. وللأسف الشديد أثرت علينا ثقافة الضياع وثقافة الانصياع للحرام وطاعة الشيطان. هذه رسالة. الرسالة الثانية ولا نطيع عليكم. الرسالة الثانية أقول لذلك الشاب وأكرر تأتيني رسائل بعد ما أطلع من الملتقى. وجتني رسالة يوم الملتقى اللي فات يقول لي واحد يا أبو عبد العزيز أعرف اثنين موجودين يبي يحاول يشبك فلان وفلان 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 في الملتقى يبي يحاول إني يتعرف على فلان. يا أبو عبد العزيز تراه جالس يتصيد مسيد ويتصيد كذا ويتصيد كذا. يا أبو عبد العزيز انتبهوا يا المطاوع انتبهوا يا المشايخ انتبهوا يا الدعاء انتبهوا تراهم داخلين يشوفون فلان وفلان وفلان. قلت اسمع. قال نعم. قلت اسمعني عدل. قال لي والله اسمع. قلت حنا ما نرى ولكن الله يرى. حنا ما نعلم ولكن الله يعلم. ويا ويله يا ويله يا ويله من الله من يذهب الى اماكن الخير ويتصيد فلان وفلان. يا ويله من الله يا ويله لان ذاك المسكين ذاك الصغير جاي يبحث عن الخير وبيسمع الخير وبيجي ياتي هذا الذئب البشري يخترق مجالس الذكر والخير حتى الدخول في الحلقه يزود الدم أعظم أنه يدخل أنه يتصيد فلان ويتصيد فلان أو يدخل في ملتقيات الخير ويتصيد فلان ويتصيد فلان. والله إذا ما شفناك الله يشوفك. والله إذا ما درينا عنك الله يدري عنك. والله إذا ما جاك عقاب ولا حد درى عنك. أذكرك أن الله جل وعلا يقول إن ربك لبالمرصاد. عدنا له. الأمر الثالث يا إخوان رسالة في واحد يا إخوان اسمه علي هذا من طلاب الحلقة كان عندنا في حفر الباطن علي الضويني. يا اخوان هذا الولد عجيب. ايام في ثاني ثانوي قلبه تعلق في القرآن قلبه تعلق في الإيمان. والله صاحب ابتسامة. والله انا ما اقول شهيد اني لا ازيد في الكلام ان صاحب ابتسامة وان صاحب خير. دخل الحلقة عندنا في المسجد فكان يقرأ القرآن وكان يتغنى في القرآن. كان يحب شيء اسمه علي هذا كان يحب شيء اسمه الآذان. سبحان الله يا اخوان يتصيد المساجد كي يؤذن فقط. امشي في الحي وفي الحارة وفي الشارع ما اسمع انه صوت علي يؤذن وكان يطبق صوت الحرب. الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أنا كنت إمام مسجد وجيت وكل لي المؤذن إني أؤذن. يوم جيت إخواني إلا علي يوم كان ولد عمره 18 في ثالث ثانوي كان واقف وكان يناظرني وأنا ضده. قلت علي أكيد تبي الأذان. قال لي والله تكفى يا أبو عبد العزيز. قلت سمع فأذن. يوم خلص قال لي الله يجزاك خير. قلت وش أمنيتك يا علي؟ قال أمنيتي يا أبو عبد العزيز أني أؤذن في الجامع في جامع الحي. أذن علي في الجامع. قلت وش أمنيتك يا علي؟ قال والله يا أبو عبد العزيز أمنيتي إني أؤذن في الحرم. رحنا للرياض وسجل علي في جامعة الملك سعود في الرياض. سبحان الله يتصل علي يا إخوان ويعرف المؤذنين. صليت عند المؤذنين في قلبه معلق في مسألة الآذان وهو طالب حلقة حب شيء اسمه الآذان. يوم من الأيام جلسنا أنا وياه في سفرة قلت يا علي. قال نعم. قلت يا علي وش أمنيتك؟ قال يا أبو عبد العزيز
أمنيتي أن أجلس في الجنة مع البلال بن رباح وحسان بن ثابت. ليش؟ أن مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم. أمنيتي يوم عبد العزيز أني أكون في الجنة وأركب على أكبر تل في الجنة فأؤذن في الجنة وأقول الله أكبر الله أكبر، يقول أبي صوتي على أرجاء الجنة، يقول يا رب إن الله يبلغني أمنيتي. سبحان الله يا إخوان، علي كان يتمنى هذه الأمنية وكان يحب الآذان، وشيء دخل الآذان في قلبه، وحتى كان يقول، حتى كان يحاج الشباب في الحلقة يقول الأجر أكثر أجر الآذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أطول آذان أطول أعناق يوم القيامة المؤذنون. يوم من الأيام وفي ذلك الصباح تأتيني رسالة، انتقل علي إلى رحمة الله. والله يا إخوان فجئت على وفاة علي في ريعان الشباب، انتقل إلى رحمة الله علي في حادث، انتقل في حادث يا إخوان، أبوه أصيب في جرحه فودوه إلى أحد القراء، هو وأخوه كانوا في الطريق، فكان الحادث وجها بوجه مع أحد السيارات، فقفلت عليهم السيارة فاحترقت السيارة واحترق علي. والله يقول لي أحد المغسلين أن منع جثة علي من أبوه من أخوه، يا الله مات علي. وكانت أمنية علي يا إخوان أنه يؤذن في الجنة، فأسأل الله أن يبلغها الأمنية، يقول آمين. فهذه رسالة إلى طالب الحلقة، أثبت على دين الله إلى أن تلقى الله، رسالة. وأختم بها أن الإعلام الآن يصورون الإخوان، رسالة إلى النساء. ربما يقول ما دور النساء؟ لا، المقاطع تنتشر. اسمعوا هذه القصة وهذه رسالة، نصيحة لكل شاب ولكل فتاة، لكل شاب عنده علاقة مع بنت، لكل فتاة معها علاقة مع ولد، لكل شاب معها علاقة مع بنت، وكل بنت لها علاقة مع ولد. اسمعي يا من تنظرين إلي، اسمعي وتأملي. اتصلت علي إحدى الفتيات، والله قمت الفجر 31 مكالمة، رفعت التلفون قلت نعم، إلا بنت عمرها 14 سنة يا إخوان تصيح وتبكي تقول يا شيخ يا شيخ أنا وقعت مع شاب، أنا وقعت مع شاب ما كنت أتوقع أنه يزني في. قلت طيب ما كانت بينكم بين علاقة؟ وين الحب؟ وين الغرام؟ وين الكذب؟ وين ادعاء الزواج؟ لأن البنات مسكينات يا إخوان، الذئاب البشرية يكذبون ويقولون نبي نتزوج وبعدين تصيرين زوجة. أصلاً واحد يقول ما أرضى أن تكون زوجتي وحدة كانت تتكلم، والله قالها يا إخوان بعض الرسالة، وهذه رسالة لكل بنت، يقول ما أرضى أنها أن تكون زوجتي وحدة كانت تتكلم، فكيف أنها كانت تطلع؟ لأن ما يضرب وحدة في هذا الأمر. هذه يا إخوان البنت بدأت تصيح، قالت ثلاث سنوات لي علاقة، ثلاث سنوات لي علاقة مع هذا الشاب، يوم من الأيام اتصالات وحب وغرام وابتسامة، طلعت معه هدية وهديتين. تقول يوم من الأيام تقول طلعت معه إلى إحدى الطرق فأظلم الطريق، تقول انتبهت، قلت وش عندك يا فلان؟ قال فلان مو فلان الأول. قالت يعني كيف؟ قال أقول لك فلان مو فلان الأول. تقول يا شيخ شوف ذئب بشري تغير ذاك الوجه وذيك الابتسامة، يمكن الآن بنت الآن تشوفني تقول مو كلهم. لا والله كلهم، والله كلهم، وربي يشهد على كلامك. ليش مو كلهم؟ أقول ركز معي وتأملي كيف مو كلهم. تقول البنت تقول يا شيخ خرجت أنياب الخيانة والغدر، يقول أمسك لي ومزق الملابس، تقول وبدأ الآن تقول فجأة ولا سيارتين تاقف، يقول فدريت أنه وشو أن العرض اللي أغلى ما أملك بيده في الحضر. تقول أتاني الضرب فأغمي علي، استيقظت، ولكن وين استيقظت؟ استيقظت في استراحة وأنا عريانة من الملابس،
وقد انتهك عرضي يا اخوان. بدأت تبكي تبكي وتبكي وكانت تقول لي في اخر المكالمة: اعذرني يا شيخ، تري انا بنتحر. ما حد سألني يا اخوان كم عمر هذا البنت. يوم سألتها كم العمر قالت 14 سنة. 14 سنة يا الله، يا ويل من يهتك الاعراض، يا ويل من يهتك الاعراض. وهذه البنت اللي تقول انا واثق فيه، والله صادق معي، والله انا ما يكذب، والله اداني هديه، والله كذا. انا اقول رساله للي مشبكه ولد، ركز، ما هو اللي شبك، اللي مشبكه واحد. انا اقول رساله للي مشبكه ولد، وانا اقول رساله للبنت اللي مشبكها رجل. اذا كان هذا يقول، اذا كان هذا يقول انا امين وانا وفي وانا وفي، اقول كذاب. ليش؟ هذا خان امانته مع الله. ركز على الكلمه، ركز على الكلمه وحطها بين قوسين. هذا خان امانته مع الله، كيف يكون وفي معك؟ هذا خان امانته مع الله، كيف يكون وفي؟ فنقول نصيحه للبنات: لا تضيع البنات من مجرد. وللاسف الشديد كم تتصل بنت تقول بكارتي ضاعت وعرضي ضاع، وش اسوي يا شيخ؟ وكم يتصل علي ولد يقول ضاع عرضي، وش اسوي يا شيخ؟ بعضهم يقول طيب ولا ضاع عرضي، لا ضاع عرضي، انا ولد مصيري اتزوج. لا، تبقى في ضميرك والناس ما يتركونك، حتى لو تزوجت وجو عيال قالوا ايه هذا يوم كان صغير كان كذا وكذا، يوم كان كذا كان كذا. بالله بالله وش يرضيك ان فلان، وانت وش يرضيك يا بنت ان هذا يلعب باحسن جسم؟ يا اخوان والله العظيم ان الانسان يستحي انه يتكلم كلام، انه يفضي شهوته، يفضي شهوته في رجل، يفضي شهوته في بنت. رجل يدخل على امراته في ليله الزواج فيكتشف انها حامل في ثالث شهر. الله الله. فنقول نسال الله السلامة والعافية. نختم يا إخوان، نختم بالأسئلة، أو عفوا هذا أحد الإخوان، فأنا أقول جزاه الله خير. أحد الإخوان يا إخوان والله أني شوي قريتها فشوف أني فجعت، يقول هذا واحد يا إخوان من بيننا فاسألوا له الثبات والهداية. أسأل الله أن يثبتنا وإياه. يقول أنا شاب من الحضور، ما نصيحتك لي لأني أسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لأني لا أصلي ما يقارب 13 سنة. هذا واحد الآن موجود من الحضور، فأسأل الله أن يمن عليك بالهداية، وأسأل الله أن يمن على كل شاب بالهداية، وأسأل الله من هذا المكان أن تنطلق أنت وإخوانك والحاضرين من التائبين. هذه يا إخوان رسالة، مش وين كنت أقول لكم، الآن حقيقة، الآن أمامكم. يقول يا شيخ لي 13 سنة ما صليت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. أنا أقول لصاحب هذه الرسالة بارك الله فيك، وأسأل الله أن يثبتك على الدين، لأنك ما سألت إلا أنك تريد الحل والهداية، ولكن المصيب الذي يتخبط إلى الأذى إلى الآن وهو يتخبط، بل شاب من الشباب يا إخوان، والله يا إخوان في يوم الإجازة الصيفية التي مضت يقول 28 سنة ما ركعت لله ركعة. أمة محمد، أتنظرون إلى النصر كيف تأخر؟ بسبب أن الشباب لا يصلون، وهذه حقيقة. من الآن يلي ما صليت تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. نصيحتي إليك يا من لا تصلي، أو أنك تؤخر الصلاة وتضيع الصلاة، أو ساح من عن صلاة الفجر، نصيحتي لك صل من الآن قبل لا يجيك الموت فتنك. كذلك يقول يا إخوانا بعض الكتابة اردوا، يقول أنا محتاج مترجم. يقول قبل فترة أتيت إلينا في مركز حي الفايسية وتكلمت عن التوبة، وقلت من كان يريد التوبة يترك الأغاني لمدة 24 ساعة، وأنا أقول لك التوبة. السؤال: هل أتصل عليك أحد من التائبين، وكم عددهم، وخاصة أهل بريدة لكي نستبشر؟ أبشروا يا أهل بريدة،
يعلم الله أن يحبكم في الله، هذا واحد. والله وبالله وتالله وأيمانا بالله على وسائل الإعلام وعلى الشباب الموجودين ويعرفونه، وفي من شباب الشمال الموجودين من أهل العمر الشرقية، والله أني أحبكم في الله، والله وبالله أني ما كنت أتوقع أن بريدة بهذا الحب الخيالي اللي تملك قلبي. يقول هذا اللي هي طريقة 24 ساعة. الله أكبر، تكبير، أكبر شوي يا إخوان، تكبير، تكبير. يقول أقسم بالله يا شيخ أني قد حذفت جميع أرقام البنات من هذه المحاضرة. تكبير يا إخوان. أسأل الله أن يثبتك على الدين، أسأل الله أن يثبتك على الدين وكل شاب يسلك في هذا الطريق. نعم هذا اللي نبي يا إخوان، والله ما هو عشان أبو عبد العزيز ولا عشان الملقين والمشايخ، والله عشان الله رب العالمين. واتمنى تجينا رسائل لاخوي ابو خالد، انا كذا انا كذا، يا ليت تستبشر والله محبته في الله. طريقه 24 ساعه يا اخوان، انا قلتها، يمكن قلتها لكم، قلت هذا اللي 24 ساعه انك تترك الاغاني 24 ساعه، كنت قلتها لكم 24 ساعه اترك الاغاني، لا تسمعها لا في سياره لا في بيت لا في مكان لا في جوال، تجد السعاده. ابشركم وصل العدد 113 تائب في هذه الطريقه، وصلت من فضل الله خارج المملكه، وصلت خارج المملكه. ليش يا اخوان؟ لان الاغاني داخل القلب والدخان بالجسم ومخدرات داخل الجسم. فانا اقول اتمنى من الله سبحانه وتعالى للتائبين الهدايه. 24 ساعه اقطع على الاغاني باذن الله، التوبه تكون امامك، والتوبه ترى بيد الله، هي بيد ابو عبد العزيز، ولا يا ريت والله بفلوس، قسم بالله لا اطلع قلب. طيب يقول واحد، يقول السلام عليكم ورحمة الله، نسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين، آمين وإياكم. يا شيخ أنا في يوم من الأيام نمت، هذا تفسير الله. يا شيخ أنا، ولكن ما عليك ما استعجلنا. يا شيخ أنا في يوم من الأيام نمت وأنا على جنابة، أيوة، وفجأة قمت وشو؟ إخوان والله يا القراءة ضفدع، قمت على ضفدع، ها؟ يمكنك مجنب على ضفدع، عظيمة من الخاتمة السيئة، ضفدع، لا عاد اضحك عليهم يا اخوان، لا. يقول وفجأة قمت على فزع وخوف من الموت، فاغتسلت وتطهرت. وأبشرك يا شيخ، تكبير، أقوى شوي يا اخوان، تكبير، أبي تكبير يرج رج، تكبير. يقول وأبشرك يا شيخ أنا الآن ملتزم ومحافظ على الصلاة وتركت سماع الأغاني، تكبير يا اخوان. والله اللي تفرج الصدر. والسؤال الثاني يقول يا شيخ هل هذا الخوف من الشياطين؟ لا والله ما هو من الشياطين، لا والله من الله، من الله سبحانه وتعالى، الا الشيطان بالعكس. لا جنبت، تعرف ايش يقول ايش رايك فيلم على كيفك؟ جرب ثاني مره. الشيطان اصلا الجنابه وغيره والعاده السريه اجلكم الله، وش يسوي الشيطان؟ يجيب لك صوره حمار والله يعني عين، تقول عز الله الحمار البارح على كيفك. ايه واحد ابشركم يا اخوان محترم بس، جتني رساله يقول احترم تبس تخيب الله عدوك، لا هذه ولا هذه، هذه والله خاتمه سيئه بس، فانتهنا ابسسها بعد هذا الوقت. يقول يا شيخ هل هذا الخوف من الشيطان؟ رغم اني الان وشو؟ رغم اني الان احس بحاله خوف اذا كنت لوحدي، واحس بحاله ايمان جميله لما اكون في مجالس الذكر او في المساجد. كلمة يا شيخ للشباب بعد الانفراد بالنفس وذلك أنها سبب. يا إخوان هذا الرجل اللي يكتبها، أبشرك بإذن الله أنك مستقيم، وأبشرك بإذن الله أن في قلبك إيمان، وأبشرك أنك دخلت الجنة. لا لا تصدقوا، هذا معسكوك، هذا ما قال بالجنة إلا منهم، هاي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام، ما قال بالجنة الخميني بيضاء، هلا جنة روح جنة، ضمن ثلاث أيام ما تدخل النار، روح دربك خضر. لا هذا أبشركم يا إخوان، هذا لا الخوف اللي أصابك، وإنك إذا جلست لحالك خايف أبشرك، وإذا خفت من الموت أبشرك بإذن الله، هذا على صدق الإيمان في قلبك. فأسأل الله أن يثبتنا وإياك على الدين. قولوا آمين يا إخوان، وادعوا له بالثبات. أشوى بسم الله، الله يعيد في نظرات أخي الشيخ، أخي في الله، أيوه، لا تسوي نقطة، جزاك الله خير، بس خليني أقرأ. لماذا الشباب يشدون، يا سلام، ويتأثرون في الكلمات وفي وقتها وحين يخرجون كأن يسمع شيء وما شيء، والله في ثلاث كلمات عجزت عنهم،
شيء من الشيء يتأثرون يفكرون بشكل ممتاز. يعني عموما أنا فهمت من كلام يا إخوان، يقول ليش الآن نتأثر في مجالس الذكر وإذا طلعنا ما نتأثر؟ لأن ما راقبنا الله في كل صغير وكبير، هذا رقم واحد. الأمر الثاني يا طلاب الحلقات، لكم جلسات خاصة مسبعدي دقوني دقوا علي بالجوال، ولي جلسات حلقة يا شباب الحلقات تبي والشباب بالعموم تبي تجد اللذة والسعادة، تكفون يا اخوان من الليلة من الليلة. اذا رحت يمكن بعضهم يقول ليش ما انت اثر، اقول اذا رحت الليلة دخلت تبيك تتوضأ، وضوء في خشوع، في خشوع، ما وضوء انا شفتم شلون وضوء انا قطعت الوضوء يا عارف زين. بعض واحد يسوي كذا قلت له بالشركة ما دخل خشوع تكبير، هذا هذا صراحة للأسف شيء طاوت سلام. بعضهم حتى ما يمديه يسلم سلام سلام استغفر الله عين الخير شوي شوي. بعضهم حتى صلاتنا، شوف صلاتنا الحين أحد منا في صلاة العشاء بشوي قدر 30 سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ليش؟ سلام عليكم كلاسة روح بالله جالسه من بعضهم او بعضهم لا سبح لنا واحد جنبي قلت لكم عليك مع البنت سيب لك ربك ثمية اخوان هدوء. يقولون بانجليز وش هو ريلاكس؟ هذا بانجليز يعني هدوء. تغض ابيك بالله اذا جيت البيت ابيك اذا قمت الوتر الوتر ضيعناه وقيام الليل انصحكم ادخل الله يجزاه خير واعلنها على الملأ اللي يجيب لي كتاب اللي يجيب لي كتاب وصوره اذا لقيته جبه لي والله انك تكسب ابو عبد العزيز اجر في كتاب اسمه سجل عندك 100 طريقه كيف تتحمس لقيام الليل المؤلف ابي القعقاع. والله اذا قريتم الكتاب هذا اجزم جزم ان تقوم الليل 50 ركعه 100 ركعه 100 طريقه كيف تتحمس لقيام الليل ابي القعقاع. عبيدان تعال يا شيخ عبد الله تعال عندي حضر اذا كنت موجود زين. فانا اقول يا اخوان ليش ما نتاثر؟ ليش ما نتاثر؟ لان وللاسف الشديد يا اخوان للاسف الشديد لان قلوبنا لابد ان نعامل الله، تركنا الاستغفار، تركنا الذكر، تركنا التوبه. راجع حساباتك فاحنا نرجع حسابات. السؤال من الحضور ما نصيحتكم؟ لا هذا قريناه اللي بديت شويه والله يا اخوان انها مليانه ولكن عاد بعدين. يقول سيتم توزيعه لا معليش قريتها حق الاداره. يا شيخ هل الجن يشافون بالعين؟ نعم يشافون بالعين. قد ما عمرك شفت جن من الانس؟ ما ولي فحط هذا من جن الانس ما يشاف بعين والله بعضهم انه وجهه حرام انه من يشوف الجن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا الجن يقول مو لا الجن ما يرون بالعين شخصيا يعني الجن شكل الجن يعني الجن شكله واحد بيضحك عليك يقول وصف الجن ما شفت الجن مشيت عليكم صح؟ الجن يا اخوان يتصور على بس اكثر شيء يتصور على حيه يتصور على شيء اما الخرابيط الافلام يطير شرشف ما ادري وش ابو عيون صوب هذا لا ما هيكل عظمي يركض ما ادري وش بعض الجن يا اخوان يتصور على بعض الاوادم من اخوياك صح؟ بعض من اطيع من الجن بعضهم يخوف. طيب يقول وشو؟ في السؤال هذا كذلك قلنا اشواق بسم الله وشو؟ اتق الله رب العالمين الاداره اليوم خربينها اليوم. يقول بالنسبه للتوبه يا عم ها يقول بالنسبه للتوبه اخوان لمنا والقراءه في درس ان شاء الله لمنا قراءه بالنسبه للتوبه اي جزاك الله خير ادعوا لي يا اخوان. هذا يقول يا شيخ ترى هذا يعني تعليق بسيط مو ممتاز علم ما حد يدري عنك ما عليك بيني وبينك السؤال هذا. يقول انا ابيع حبوب توأم واعد زبون عند الدواجن افا بتبيع لها الدواجن لا والله اللي غنمنا راح فيها والبعارين بالله عمرك شفت بعير مرفع اتق الله رب العالمين تبيع للدواجن اجي وشلون ناكل بعدين ذبايح ها داجن تلقى بعدين
تلقى بعدين الذبيحه تبي تجيبها كذا تسوي هلا. وموقف طريف على هذا يقولون يا اخوان في واحد مبياع كفرت معه ياخذ حبوب شد قال خربان هو ضبطت وحطه بسطله تعرفون البعد الحين عاد دورها بعير انظف عناقه مستلجة ويجيك البعير ويرم البعير ويشد مع البعير يوم العيون طلعت والحنك راح يسار وش سوى البعير؟ تجيها الناقه ناقه يعني مو متعود وشدت مع البعير يمشي للقاف للطريق السريع تعرف شاده الحين الطريق السريع يا اخوان مو السيارات تجي تمشي 180 و60 بسرعه ما يمدي ينتبه صح؟ يقول البعير وش سوى؟ شدت معه مسوي كذا البعير خلنا بنعرف وش مسوي البعير مسوي كذا يا اخوان؟ واقف اي سياره تجي وهو مسكت معه وش يسوي؟ اي سياره تجي سوي كذا اي سياره تجي سوي كذا عاد بالله عليك وانت تمشي 180 افرض تمشي 180 انه في بعير يسوي لك كذا وخرب بيته لا وتنسى انه يقول معك الكاميرا الخفيه عموما يقول بالنسبه انا يقول ابي حبوب وتو واعد واحد عند داجن وشفتكم وجيت وانت السبب ان شاء الله يعني في مساله ثانيه فانا اقول ادعوا معي يا اخوان لا ترفعون يديكم قولوا امين قولوا امين اسال الله ان يهديك ويثبتك على الدين اسال الله ان يهديك ويثبتك على الدين اسال الله ان يثبتك ويهديك على الدين والله العظيم ليس الفضل للمجلس هذا وليس الفضل لبورديس الفضل لله هو الذي قادك وجلست الفضل لله هو الذي قادك وجلست وأبشر أن ربي الآن يفرح بتوبتك والله ربي يفرح بتوبتك وأبشر أنك سوف تجد سعادة ما يعلمها إلا الله وأتمنى لو تنتهي المحاضرة تجلس معي أو ابتسامة وجلسة لأنك والله تستاهل وعلى مثلك نحرص عليهم وكم من كانوا شباب وشباب فعلا كانوا بيروحون ولكن من الله عليهم طفيتم لمبه فهمناها طيب بسرعه يقول بسم الله طيب اخوان ايوه جزاك الله خير يقول يا ابو عبد العزيز نصيحه كذلك للبنات والله يا اخوان البنات والله يا البنات اللي يحزنك انك تشوف بنت حامل من حرام او انك تاتي حتى يا اخوان ترى حتى اللي الشباب اللي فقدوا الام والاب اللي في الدور وكذا لا والله والله انهم على رؤوسنا وانهم اخواني وانهم حبايبي ولكن في فائده لاخوي عبد الله عبيدان وهو من حبايبي ومن الشباب قال ابو عبدالعزيز تكفى ابي اشارك لو دقيقتين قلت يا شيخ من عيوني لان هذا مجلس فكر وايمان يستفيد سبب الرحمن الرحيم أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المضيء ظلامه أخي في الله إن هذه دعوة للتأمل في رجل يريد أن يسافر إلى مكة فجهز أمتعته وأعد عدده ثم ركب سيارته فاتجه إلى طريق الدمام هل يصل إلى مكة؟ لا والله لا يصل إلى مكة مكة في الغرب والدمام في الشرق إن حالنا هذا اليوم مثل حال صاحبنا هذا نريد الجنة ونطلب الجنة ونتمنى الجنة ولكن أعمالنا أعمال أهل النار الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الموت ما الدار الجنة دار عدن إن علمت بها يرضي الإله وإن خالفت فالنار إن حالنا هذا اليوم كمن يطلب الثمر وهو لم يبذر في الأصل والذي يريد الولد بلا نكاح والذي يؤنث البيت وهو لم يبني بالأصل أليس هذا من نقص العقل؟ بلى والله إنه من نقص العقل ومن ضمن التفكير ولكن الأقبح من ذلك من يعلم أن ترك الصلاة كفر وفعله يؤدي به إلى النار ولا ينزجر ولا يتوب ولا يؤوب من يعلم أن سماع الغنى حرام والكذب حرام والغيبة والنميمة حرام وحلق اللحية حرام والإسبال حرام وشرب الدخان حرام
حرام يغضب الملك العلام. قال الإمام ابن القيم: يا بائعاً نفسه بهوى ومن حبه فنى ووصله أذى، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس لا تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن. لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها، ثمنها الجنة، الدلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت ترضى بيعها بجزء يسير ما لا يساوي جناح ضرورة. يا مريض العزم أين أنت؟ والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، فضجع للذبح إسماعيل، ونشر بالمنشار زكريا، وعاش الضر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت تبكي وتلعب. قال الإمام أحمد: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. هذا ما أردت قوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. ختام يا اخوان، نستودعكم الله. قبل ان نستودعكم عفوا، كان في واحد يقول بعد يسب على الرقم، هو محطوط الرقم ولا؟ طيب الاخوان موجودين، شفتم ارقام الاخوان، هذه التواصل معهم كذلك، يعني ترى الاخوان يتشرفون بامثالكم. رقم اخوكم عبد العزيز 056-256-29-5-115 للاعاده، 056-29-5-115. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم.